صبحي المتخصصة والخبيرة في الماثونية النهاردة هتكلمنا في موضوع مهم جدا اللي هو التجنيد العملاء والجاسوسية وما شابه. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير. أهلا وسهلا. وانت النهارده جايه لابسه يعني لا بلطو حاجه بتاع مخبرين حاجه برد قارس النهارده. انا عايزه برد قارس عشان برضه يبقى فيه الموضوع. نبتدي منين الموضوع بتاع الجاسوسيه ده؟ يعني نبتدي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا خاتم المرسلين عليه الصلاه والسلام. انا عايزه طبعا هو الموضوع بتاع النهارده يعني مهم هنتكلم فيه بسلاسه ونتكلم في حتت يعني في مناطق في مناطق الناس عارفاها وفي حاجات ما تعرفش الناس ما عندهاش عامه فكره عنها. بس الاول يعني افكر الجميع بالخطه اللي هي معموله في الاصل ودي مرسومه لمصر اللي هي خطه حصار مصر وابتلاعها من الداخل ثم التهمها عسكريا في 2015. يعني عايز افكر الجميع كل حد سواء كل حد عنده حق او ما عندوش حق كل حد بيتصادم كل حد بيختلف كل حد شايف ان هو بيعمل عمل سامي ها يفتكر ان اللاعب الاساسي عندك هو ده الهدف بتاعه ان كل اللي على الساحه دلوقتي بيصبوا في مصلحة المنبع الأساسي للي حصل في البلد. طيب بس هو نوضح مش بيصبوا يعني الناس دي عملاء إنما بيصبوا إن هو النهاردة أنا بحط سواء عن قصد أو غير قصد هو أنا يعني أنا خلينا نقول دايما بنفترض حسن النية إنما أنا عايز أقول إن أنا ممكن أنا عامل حاجات معينة بحيث إن أنا عارف ردود الأفعال فأنا بجيب طرف وبأيده وبجيب طرف تاني وبأيده برضه ضده وانا اللي بأيد الاثنين بصور مش بطريقه مباشره خالص انما بطريقه المهم تبقى مولعه الدنيا مولعه. ما هو ده لو حضرتك يعني انا في اول حلقه لما كنت ما يعني مع حضرتك قلت ان اساس اكتساب المتنورين او الماسون قوتهم او العقيده بتاعتهم ليه الرمز بتاعهم اللي هو لا اما الهرم او البرجل اللي هو الفرجار اللي هو كده لان هم بيؤمنوا ان انت مش هتقوم لك قائمه او ان انت تحافظ على قوتك الا لو لعبت بطرف والطرف المضاد لي هو ده اللي يضمن بقائك لانك لو لعبت يعني بطرف لازم هتيجي قوه تقلبك يعني اوكي لكن لازم تلعب بطرف وطرف مضاد لتحقيق المصلحه. يعني هو يبقى هي الفكر الماسوني قايم على انه دائما في كل بلد حاطط طرفين وبيغذي الاثنين او بيأيد الاثنين او بيقوم الاثنين او بيهدي النفوس بين الاثنين بحيث ان دائما تبقى النار مشتعله. وللاسف ان نفس السيناريوهات هي اللي بتحصل على مدى التاريخ بالنسبه مثلا للحضارات الاسلاميه او البلدان الاسلاميه هي نفس يعني اللي يراجع السيناريو اسقاط حضاره الاندلس يلاقي ان ده نفس اللي بيحصل وبنفس اللاعبين يعني نفس اللاعبين يعني ايام حضاره الاندلس اللي كانوا مثلا فرسان مالطا ها اللي هم كانوا الجناح العسكري بتاع الماسونيه اصلا هم البلاك ووتر اللي دلوقتي وهم اللي داخلين يدربوا على 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 حرب شوارع وهم اللي عاملين مثلا حركات داخليه وهي نفس الحركات اللي بتدخل تلعب بالاطراف المتضاده تلعب شويه بالتطرف الديني تلعب بالواجهه المضاده ليه تبتدي تدخل مفاهيم غلط طيب انزل خرب خبط كذا 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 في الاخر مين المستفيد؟ ان البلد بتتدمر اقتصاديا ان بيحصل لها انهيار امني بيحصل لها اختراق حدود بيحصل لها كذا فكل ده بيصب في المنبع الاساسي سواء بقى انت في الداخل عندك حق ما عندكش حق المفروض كل الاطراف تبقى بمستوى العقل الكافي انها تدرك ان في خطه معموله لابتلاع مصر من الداخل ثم التهمها عسكريا في 2015. انت البلد اللي هي المركزيه دي انت هتبتلعها ازاي من غير ما تفتتها خالص تبقى فريسه سائغه تبقى واقع في الديون تبقى منهاره امنيا واقتصاديا يبقى المواطن كاره للمواطن اللي جنبه يبقى ما فيش عندك امل ما فيش عندك كذا ما فيش عندك بنيان اساسي للفرد. فده اللي بيحصل حاليا ان انت قبل كمان ما بتحطم الدوله انت بتحطم بني ادم اللي جوه عشان ما يبقاش قادر. ليه؟ لان على مدى التاريخ يعني احنا اثبتنا في كل حروب مصر على مدى التاريخ كله ان كانت القوه الاساسيه اللي تفوق القوه التقنيات العسكريه هي وحده الشعب المصري وان هو بيقاتل بعقيده ولحمه الشعب المصري اللي اتقال فيهم في رباط الى يوم الدين يبقى انت بتضرب فيهم دي ده اقوى سلاح للشعب المصري اللي كان بيخليه شعب مصر هو اللي طرد امبراطوريه كذا واللي وقف للتتار واللي وقف للصليبيين واللي كذا وكذا وكذا العقيده دي واللحمه بتاعته كانت اقوى من اي قوه او تقنيات عسكريه فانت بتضرب له السلاح ده لان هم عارفين كويس قوي ان مصر لا تحارب من الخارج لكن لازم تبتلع من الداخل فانت بتستخدمهم ان يلا اضرب الشعب ببعضه واحنا للاسف عندنا بيئه خاصه بلعنا طعمكم بلعنا طعمكم ده بقى اللي هيدخلنا برضو في موضوعنا النهارده بصوره يعني ده كانت صوره عامه اللي هيدخلنا في موضوعنا ان ازاي انت اللي بيحصل علينا دلوقتي
بيتم ازاي التجسس، بيتم ازاي تجنيد العملاء، بيتم ازاي مراقبة العالم، مراقبة العالم فعشان مثلا ايه باختصار يعني ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه ان شاء الله ونبتدي بقى نشرحه حتة حتة، ان الموضوع ده بالظبط عامل برضو زي النظام العنقودي او النظام الهرمي، عندك انت كذا اجهزة تحته وكذا وسيلة، وفي منهم تقنيات وفي منهم تلحم بالافراد وفي منهم كذا هنتكلم عنهم، وبعدين بيرأسهم جهات اعلى بتجمع المعلومات دي وتفرمطها وتفلترها وكذا وكذا، بعدين بيرأسهم يعني تقنيات اعلى وتقنيات اعلى الى ان نصل بقى لحاجة اسمها منظومة اشلون اللي احنا هنتكلم ان شاء الله عليها النهاردة. منظومة اشلون دي اللي هي العين التي تراقب العالم، هي اسمها كده العين التي تراقب العالم، منظومة إشلون دي منظومة اللي هي مراقبة العالم كله. ولو حد مثلا، في ناس كتير أكيد اتفرجت مثلا على، كان في فيلم اسمه إيجل آي أو عين النسر، كانوا فاكرين ده ساينس فيكشن أو خيال علمي. لا يا جماعة، المنظومة ديت ابتدى إنشائها من سنة 47، ثم انشأت بصورتها الحالية من سنة 69، وعمالة بقى ايه تاخد تطور لدرجة ان هي بقت حاليا ماسكة كل الامور اللي بتراقب اي فرد وتستطيع النفاذ لاي فرد، وهنشوف ازاي. المهم ان احنا بقى ايه نبتدي الاول من الحاجات اللي هي الناس مثلا ايه واخدة فكرة عنها، والحاجات دلوقتي المكتسبة الشباب والكذا وكذا، هندي فكرة مثلا سريعة على الفيسبوك والتويتر وكذا. اولا الفيسبوك والتويتر والبروكسي وكل المواقع اصلا الموجوده دي تابعه بصوره تامه للسي اي اي وتابعه للموساد، حتى الشركات اللي هي داخله اصلا فيها دي تابعه للسي اي اي وتابعه للموساد. المضحك في الموضوع ان بقت صفحات التجنيد او صفحات الموساد موجوده بصوره علنيه على الفيسبوك، والمؤسف في الموضوع ومكتوبه بالعربي. المؤسف في الموضوع، لا اشرحي لي دي. يعني في صفحة ودي فعلا بتاعة الموساد. طب اسمها ايه؟ طيب اسمها صفحة الموساد الاسرائيلي علن يعني ووحدات كيدون وتجنيد العملاء وبالعربي وتجنيد العملاء، وللأسف ان داخلها عرب كتير. والجميل بقى في الموضوع يعني المخابرات المصرية اخترقت المواقع ديت، لقيت ان في عرب كتير جوه، لقيت بقى ايه ان في عملاء من جوه بياخدوا صفة اكاونتات عربية، من ضمنهم مثلا على سبيل المثال كان في واحد اسمه ثورة النضال السلمي، وواحد اسمه مسمي اسمه كده يعني ثورة النضال السلمي، في واحد كان اسمه ثورة ابريل، ثواني اجيب لك اسمه دلوقتي، ثورة ابريل ائتلاف ثورة ابريل المصرية، وواحد اسمه ائتلاف ثورة النضال السلمي، الاثنين دول تابعين اصلا للموساد ودخلوا طبعا مع شباب عرب كتير وكذا وكذا وكذا. انا عايز اقول يعني ايه الـ الـ الفيس او بصوره عامه الفيس من زمان، الفيسبوك من زمان معمول للتجسس، وتم اصلا يعني هو اصلا اللي عمل فيس اللي هو مارك زوكربيرج ده اصلا باع حصص في الفيس من سنه 2004، وبعدين باع حقوق الصلاحيه تماما بتاعه الفيس. كان باعه الاول للشركات، الشركات دي كلها من ضمن الشركات التابعه للسي اي اي، كان فيها شركه سيسل وشركه شركات كتير. اوكي، دي الواجهات بتاعه السي اي اي، وبعدين من سنه 2006 تماما بقى تابع للسي اي اي والموساد تماما. هو اصلا الفيس معمول ليه؟ لانك انت بصرف النظر عن التجسس بصورة عامة ولم المعلومات وكذا، الناس مش فاكرة ان انت كده بقى انت بتقدم اكبر خدمة لأجهزة التجسس. يعني انت كنت في الاول بتحتاج عملاء وتديهم فلوس وتديهم كذا عشان تعرف المعلومات، تعرف حال البلد، تعرف ان في حالة غضب في الشارع. طب ايه اللي بيخلي الناس تغضب؟ طب ازاي ان احنا بقى ده كله على الفيسبوك نسيطر على كده. تاني حاجة بقى ان انت بتحارب ايه، ان انت عندك الشعوب العربية غالبها شعوب فتية، شعوب شابة. في مصر في نسبة حاجة و60% شباب، فهو يعتبر مجتمع فتي أكتر من أي مجتمع في العالم، أكتر من أوروبا وأكتر من أمريكا بتاع. مصر مجتمع فتي، يبقى أنت إزاي تمسك القوة دي؟ لأما تجندها، لأما تتجسس، لأما تسيبه ترتش، تعمل لهم خلل نفسي بحيث أنه ما يبقاش
ما يبقاش ايه ملوش اي لازمه، ما عندوش قدره على التفكير السليم. فانت بتشتغل على الناس دي اللي بيقود الامور دي بقى جيش من المتخصصين النفسيين. ازاي بقى نتكلم بالراحه كده وازاي نضرب مثال؟ ايوه يعني مثلا كل غرف الشات، كل غرف الشات في الشات مراقبه تماما، حتى المسجات اللي انت بتعملها ديليت لا هي دلوقتي عندها حفظ. المسجات اللي بتعملها ديليت لا هم عندهم حفظ. في حاجه مثلا برضو ايه عايز اذكرها مثلا بالمناسبه، ان مثلا تويتر بالكامل باع الصلاحيه بتاعت كل التغريدات اللي فيه، باعها لشركه داتا فيست مقابل ملايين. حتى اللي انت التغريدات اللي انت بتمسحها لا هم محتفظين بيها في بند خزائن المعلومات، وباعها بمليارات، وباعها اصلا يعني هو مع شركه داتا فيست. داتا فيست فتحتها بالتيم، يعني عامله عقد مع مكتبه الكونجرس لتوريد كل التويتات حتى اللي بيتمسح، وده عقد رسمي من سنه وللاسف كمان اعلن عنه في سنه 2010، يعني مش حاجه سريه او مش معلومه مش كلام مرسل. شركه داتا فيست عملت صفقه مع مكتبه الكونجرس في 2010 بتديها كل المتخزن في كل ما يكتب كل البيع بقى ويبيعوه لهم بالزبط. وحتى لو واحد كتب حاجه وشالها بالزبط. دول بقى عندهم مكاتب كامله بتعمل على فرمطه المعلومات. ايه الهم منها؟ في حاجات احنا مثلا ممكن ما نشوفهاش مهمه لكن هي تهمهم جدا. زي ايه؟ زي انت بيدخل لك مثلا هم مراقبين الشات بتاعك، مراقبين اللي انت بتكتبه، مراقبين كذا. هم هنلاقي مثلا صفحه الموساد عشان نشرح للناس كاتبه فوق بالخداع وحده تصنع حربا. ها؟ فهو ده اللي بيحصل، بالخداع وحده تصنع حربا. فانت قاعد بتجمع كل المعلومات اللي عندك. يبقى انت بتفهم ايه؟ اولا في معلومات مهمه جدا بتيجي على الفيس، ماشي؟ من ضمنها انت عملت تجسس ببلاش، والناس بالعكس ده هي اللي عماله تدي لك معلومات زياده، بتعرف حاله الشارع، بتعرف المشاكل فين بالظبط، بتعرف فين انت ممكن تضرب في الاماكن دي. تاني حاجه بتقود فكر الشباب ده، ها؟ ان انت تدخل عملاء واخدين مثلا صور ثوريه، واخدين صور ان هم بيشتغلوا لصالح البلد بكذا بكذا، يبتدي يجمع لك ناس كتير تدخل وتتكلم وبتاع، يبتدي يسيطر على تفكيرهم. واحنا لاحظنا ده في اوقات الاحتقان مثلا في مصر، لاحظنا ده جدا. انت ازاي بتشعل فتنه؟ انت ازاي بتعمل غضب؟ ها، كان في صور كتير مثلا من اللي بتدخل بيستنوا مثلا ان في مشكله تحصل، زي ايه؟ صدام مع كذا، روح هاجم الجيش، روح هاجم مش عارف ايه، تقوم انت نازل بقى كر صور. ها، كان في صور من حرب غزه، على صور من مظاهرات اليونان، على صور من كذا، وشوف كذا، شوف الرجال مش عارف ايه، رجال النظام بيعملوا ايه، شوف مش عارف ايه، تقوم انت ايه تسخن، تسيطر بقى على الناس، تبقى الناس عندها عايزه تنزل تكسر الدنيا، عايز تنزل تولع فيهم، عايز تنزل كذا. ها، الكلام ده كله بيقودوا ناس بيلعبوا على احلام الشباب، بيلعبوا على مشاعر الشباب. طيب. بيلعبوا وبتخصص.